مرحبا بكم أعزائي المتابعين، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج لف ودور وتشوف العالم كيف يدور. نحن اليوم موجودين في منطقة تاريخية أثرية قديمة جدا اسمها إفسوس. إفسوس تعتبر من أعظم المدن الإغريقية القديمة في الأناضول، وتقع اليوم في تركيا. تعالوا معي أعزائي نتعرف على هالمدينة ونشوف البقايا الأثرية الموجودة منها. أتمنى اليوم تستمتعون معي، حياكم الله. نبتدي جولتنا بالممر اللي يؤدي إلى مرفأ السفن. هذا الممر كان يتم فيه نقل كميات هائلة من البضائع القادمة أو المغادرة من المرفأ الصناعي ومن القوافل اللي تسير على الطريق الملكي القديم. وفي عهد طبرية خاصة ازدهرت إفسوس كمدينة ساحلية وتم افتتاح منطقة تجارية فيها. نطلع على مدرجات مسرح كبير يسع ل 24,000 متفرج. يعد هذا المسرح أحد أكبر المسارح في العالم ويتكون من 3 طوابق. وفقاً للأسطورة أسس الأمير الأيوني أندروكلوس مدينة إفسوس في القرن 10 قبل الميلاد لما كان يبحث عن مستوطنة يونانية جديدة. وحسب بعض المصادر كانت إفسوس في زمن ما في المرتبة الثانية بعد روما كمركز عالمي للثقافة والتجارة. وفي عهد سيلسوس كان فيها أحد أكبر المكتبات واللي ضمت 12,000 مخطوطة، وللأسف تم حرقها وهذه بقاياها. في عام 129 قبل الميلاد أصبحت المدينة مقر الحاكم الروماني الإقليمي، وفي عام 27 قبل الميلاد أصبحت عاصمة لآسيا القبطية ومقر الحاكم ومركز رئيسي للتجارة. وخلال هالفترة وصلت إفسوس إلى أكثر أوقاتها ازدهاراً واستمرت حتى القرن الثالث بعد الميلاد. يمكن اعتبار إفسوس أرض الحضارات باعتبار أن سكنها اليونان والفرس والمصريين والرومان والسلاجقة والعثمانيين. هذا المكان يعكس جمال وهيبة الحضارة الإنسانية وكيف أن البشرية تطورت من قرن لآخر، وكيف الحضارات تأسست وكيف المدن تم تأسيسها. فعلاً مكان جميل يستحق الزيارة ويستحق الواحد يتأمل فيها ويتأمل في بناء الحضارات البشرية. كان لإفسوس أيضاً دور حيوي في انتشار المسيحية. ابتداء من القرن الأول الميلادي قام القديس بولس والقديس يوحنا بزيارة المنطقة وتوبيخ عبادة أرتمس، واللي أدى لاعتناق الكثير للمسيحية. هالمكان رائع وأكثر من رائع. إذا حبيتوا تجربون ترجعون بالزمن لورا وتعيشون زمن الإمبراطورية الرومانية أو الإغريقية، أكيد لازم تجربون هالمكان. هالمكان من أحد أفضل الأماكن اللي أنا زرتها في العالم وتأثرت فيها شخصياً. تعتبر إفسوس منطقة مقدسة للمسيحيين. يعتقد أن مريم والدة سيدنا المسيح قضت سنواتها الأخيرة في إفسوس، ولا زال منزلها موجود اليوم ويمكن زيارته في مدينة سلجوق. المكان برأيي الشخصي لا زال حي، والجدران والأعمدة تنطق بالتاريخ وبالأحداث اللي صارت هني. ياريت تتوفر لكم الفرصة وانتو تيون هني وتخوضون تجربتكم الشخصية. أشوفكم على خير، مع السلامة.